قد جيني واحد الصوره في الواتساب، كنطل بحال هكا كيبان لي محمد بودريقه في المنصه معلق، كيختتم السلكه كما كيقولوا الفقهاء، كيختتم هو طالبي العالمي، كيختتم الدوره الخريفيه ديال البرلمان. عباد الله، بقيت كنشوف قلت هذا بودريقه، ولا تفكر القجع التذاكر، ولا تفكر هذاك الشريط فيديو اللي شفتو على بودريقه الصباح، والله وانا نجي بغيت نعاودو. سمعوا هذا الفيديو، هذا الفيديو هذا قديم بعدا ديال السي بودريقه. شوفوا شوفوا اخوتي المحامي اش غايقول على بودريقه، وعاد ومحكوم بربع سنين موقوفه تنفيذ مؤخرا، وقال لك ماشي هو، ومن بعد بقى كيروج وقال لك الشركه على. شوفوا اخوتي المغاربه، شوفوا. اولا رفعنا دعوه باسم المنخرطين ديال جمعيه نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، فقط باش نطلبوا بواحد الافتحاس ديال واحد النقطه خاصه. هاد النقطة كتجلى في واحد الدعم اللي جا عند اللي عطاتو الفيدراسيون لا فيفا الفيدرالية الدولية كرة القدم للرجاء، اللي المبلغ ديالو 32 مليون و700 ألف درهم، وبغينا نعرفوا كيفاش تصرف هذا المبلغ. فقط مشينا على أساس واحد تدقيق مالي دارته جمعية الرجاء، وتبين في ذاك التدقيق بأنه الحساب ديال الرجاء دخلت له 32 مليون ديال الدرهم، يعني 3 دمرير و200 مليون ب 16 يناير 2014، وفي خمسه اسابيع، فقط خمسه اسابيع، هذا المبلغ كله تبخر مشى. 3 دمرير و200 مليون مشات في خمسه الاسابيع. سمعوا المغاربه، سمعوا، خرج من الحساب بواسطه 81 شيك. هاد 81 شيك وصل ل 2 دمرير و700 مليون، 26 مليون درهم. بلا ما نهضروا على الاداد، الاجور، الاجور خارجه من هاد الشيء. حنا هاد الشيكات كاين شيك اللي فيه 4000 درهم، حتى الشيك اللي فيه 200 مليون. هاد الشيء تار استغراب ديال المنخرطين، وطلبوا من القضاء باش يشوف كيفاش هاد 43 هاد 40 شيك في يوم واحد خرجات. 40 شيك خرجوا في نهار واحد. هاد الشيكات كاين شيك اللي فيه 4000 درهم، حتى الشيك اللي فيه 200 مليون. هاد الشيء تار استغراب ديال المنخرطين، وطلبوا من القضاء باش يشوف كيفاش هاد 43 هاد 40 شيك في يوم واحد خرجات. في نهار واحد خرج مليار و157 مليون. التدقيق اللي دارته الرجاء صبنا بانه 13 شيك استفد منها الرئيس السابق. 13 شيك داز بسميه بودريقه، و14 شيك استفدت منها الشركه ديالو، و14 شيك في الشركه ديال بودريقه، وجوج شيكات محسوبين لواحد الشركه حتى هي اللي تابعه ليه، وجوج شركات هي تابعه له. يلا هنا بغينا فقط، حنا ما طرحنا حتى شي دعوه ضد شي واحد، فقط طلبنا من القضاء الاستعجالي للمهمة الأساسية ديالو هو ينصفنا وعين واحد الخبير للنظر في هذه النقطة فقط. مع الأسف القضاء الاستعجالي لم ينصفنا لثلاثة مرات. ثلاثة المرات والقضاء ديال الدار البيضاء ما كينصفهمش. سمعوا مزيان هذه المعلومة، سمعوا، ما بقاش نقولوا غير السياسي والمنتخب والمعين، ما كنقولوش القضاة كامل، وسمعوا المغاربة، سمعوا، عندي كتمشي عند القضاء، ما كتمشيش عند القضاء الأوروبي، ما كتمشيش عند المؤسسات الدولية، كتمشي عند قضاء بلادك، كتقول أنا منخرط، دخلت الميزانية ديالي ديال واحد النادي كنبغيه 3 المليار ونص، عطاتها لي الفيدرالية الدولية، لقيت بأن الشيكات دخلوا بسمية الرئيس ديالنا، القضاء المغربي، اش كيدير لك القضاء المغربي؟ عدم القبول. سمعوا مزيان. المرة الأولى قال رفض الطلب، ماشي حنا اللي درنا، كان محامي آخر. المرة الثانية درنا قال عدم الاختصاص، تيقولنا ملي رفضنا الطلب شوية تيقول لك لا أنا ما مخطاش. هذا من اختصاص صلب اختصاص ديال القضاء الاستعجالي. واكثر من هذا المحكمه قبلت يتدخل، دار تدخل اختياري الرئيس السابق ديال الرجاء، ما عندوش الحق في القضاء الاستعجالي نهائيا يتدخل، وما معنيش هو، حنا طلبنا من القضاء فقط يعين واحد الخبير يشوف شنو واقع، حنا ما درنا حتى شي دعوه ضد شي واحد ولا جبنا بسميته ولا ولا، فقط طلبنا. والرجاء الغريب في الامر ان الرجاء قبلات المحامي ديال الرجاء قالوا دينا مستعد للافتحاص، ندير الافتحاص، ما فهمتش انا كيفاش واحد المسير سابق ديال الرجاء يجي ويتعرض ضد الافتحاص. علاش غيتفرج؟ علاش سي بودريقه يتعرض للافتحاص؟ دابا هذا المحامي، علاش سي بودريقه والمحامي ديال الرجاء قبل الافتحاص؟ علاش غتتعرض للافتحاص؟ فهمتها؟
لا بغينا نعرفوا هالشي كتفرجوا كيفاش مشاو هذيك كيفاش تصرفوا كيفاش واحد 200 مليون تعطات بريمات شنو هما المبررين ديالها بريم ب 200 مليون اكثر من هذا راه هادشي فيه المال العام لان البلديه ديال الدار البيضاء كتعاون الرجاء من المال ديال الشعب سمعوا خوتي المغاربه الرجاء جزء من الايرادات ديالها ولا مداخلها المجلس البلدي ديال الدار البيضاء المال العام ديال الشعب المغربي كيعطيه الرجاء وما عندكش الحق تراقب هادشي القضاء تيقول لك عدم القبول وعدم الاختصاص يلا اخوتي المغاربه شنو تقولوا في هذه النازله واحد الانسان تيتسمع هاد الهضره عليه وغنعيط هزيت التليفون بديت كنعيط لعباد الله يعني المقربين هاد الملف جزاء رجاء هاد الملف هذا دازت عليه شي 5 سنين قولوا لي المآل ديال هادشي قال لك درنا شكايه القضاء كيدير لنا عدم القبول دابا ما فهمناش علاش باقي الان واقفه هنا علاش القضاء علاش القضاء ما بحثتيش في هاد الملف شيكات خارجه بسميت السيد شيكات الملاير المال العام ملي كتوصل الامور لهاد المستوى قولوا لي المغاربه خوتي ملي كتوصل الامور لهاد المستوى وتلقى بنادم هبط الحبس بتدوينه بعامين الحبس هذه بنت تدوينه ب3 سنين القضاء والهيبه وناس ولاد الشعب وشباب كيترزاو في الحبس وصحفيين باسم القانون دابا هذا محمد بودريق اليوم واقف قدام البرلمان كيختتم الدوره الخريفيه وتقرات فيها البرقيه الملكيه غتوجه دابا بغيت انا عفاكم اخوتي المغاربه هذه الصوره تصوروا الملك محمد السادس كتقرا برقيه ختاميه ديال الدوره والمشهد نتايا في البرلمان كاينه منصه في المنصه جالس سيد متابع بشيك بدون رصيد رئيس الجلسه وعنده تهرب ضريبي سابق وعنده شيك بدون رصيد اللي حدا عاوتاني بودريقه متابع بشيكات بدون رصيد مؤونه ومحكوم ب4 سنين موقوف التنفيذ دابا تصوروا دابا انا مغربي طليت بحال هكا اش نقول لكم واحد الوقت غنسدوا هذه القناه وغنحبسوا نمشيو نديروا شي حرفه اخرى هادشي ولا في في في, في البساله هادشي والله يا سيدي ولا هادشي الاساءه للمغاربه بلا التعدو على الدوله المغربيه والله ما حنا اللي كنتقاسوا وليت انا كنشوف مسؤولين ديال الدوله الكبار زعما ما كنبغيش ندي طيب الهضره بزاف احتراما كنشوف دابا ما بقاش عنده حتى شي حاجه معنى حتى حاجه ما بقاش عندها قيمه شنو هي الاشاره دابا من غير يجي واحد عنده 4 سنين موقوف في التنفيذ وكاتب ماشي هو سميته محمد بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان سميته 4 سنين موقوف في التنفيذ ومفتوح عليك التحقيق ديال التذاكر وعلى الاقل التذاكر هاد القجع اللي قال البؤساء ما البؤساء فالبؤساء المحسوبين على كره القدم الذين استغلوا هذا الحدث واعطينا غير نتائج التحقيق وطلع المنصه نشوفوها كي دايره كيفاش كتطلع المنصه قبل نتائج التحقيق وهاد البرلمانيين نقول شي كلمه فيكم خايبه ولكن احتراما ما نقولهاش للجمهور اللي كيتفرج وديك المؤسسه اللي نتوما فيها حشومه عليكم كيفاش قبلتوا هذا المشهد كيفاش قبلتوا الساده البرلمانيين اللي كتبوا ردوا على البرلمان الاوروبي واحد في المنصه عنده تهرب ضريبي وشيك دون رصيد اللي حدا عاوتاني عنده حكم فيه 4 سنين موقوف التنفيذ عنده تحقيق مفتوح فضيحه التذاكر عنده هاد الشيكات وهاد المصيبه يترأس امين مجلس ديال البرلمان ديال المؤسسه الدستوريه كتعرفوا خوتي المغاربه البرلمان اهم هو العمود الفقري ديال الحياه السياسيه ديال اي دوله هو العمود راه البرلمان هو اللي كيعطيك قواعد تشريعيه شنو معنى قواعد تشريعيه هذيك القواعد اللي كيصنع البرلمان هي اللي كتنظم حياتي وحياتك حياه الادارات حياه الافراد كتضمن هذيك القواعد المصالح هي اللي كتزجر وكتعاقب المرتكبين ديال المخالفات للقواعد هي اللي كتنظم الدنيا هي هو البرلمان منو كتصنع الحياه ديال كلشي كتحدد فيه الفلوس والميزانيه واش عباد الله واحد عنده شيك بدون رصيد ومحكوم وقاس بلاصه كتصنع فيها القواعد القانونيه وعاو عنده شبهات اسيدي ويكفي انك شبهه حرام واش في اوروبا يكفي انك تحكم غير ابتدائيا والله ما تبقى تسطر كتستقل الى ان تاخذ براءتك وجي مرحبا بك دابا انت ديك المره القجع ان البؤساء والبؤساء فالبؤساء المحسوبين على كره القدم ايه شنو هاد الشيء هاد المستوى هاد الشيء الساده الاساتذه اش هاد النيفو وصلوا المغرب ما عمر المغرب ما عرف هاد المستوى والله ما عمر الدوله المغربيه كانت الامور كدار بواحد المعنى ماشي بهذا الشيء دابا ولا خطير شنو هي الاشاره السياسيه من هذاك السيد يكون دابا السي بودريقه في المنصه شنو هي وزعما كيقولوا دابا الاحرار طلع تما حنا حامينك وعندك تحقيق فاتحوا القجع ياك كتقول غير تخرج النتائج داكشي ولكن في انتظار النتائج هذه اعراف هذه سلوكات سياسيه كيديروا العالم احترمنا هادشي ملي كطلع تما المنصه كتقول نقول لكم واحد العباره كتقول ينعل ما فهمتش بغيش نقول شي مصطلحات علينا تيسبونا المغاربه إهانة للمؤسسات الدستورية ديال الدولة إهانة للمؤسسات الدستورية ديال الدولة إهانة للقضاء المغربي إهانة للشعب إهانة للإرادة حشومة عيب وعار
وعيب وعار على البرلمانيات والبرلمانيين كلكم البرلمانيين مدانون بصمتكم. ما هادشي علاش الشعب ما تيحترمكمش البرلمانيين، عيب وعار. اللي مش هاد دابا هذا، عطيني شي برلمان في الكون هكا جوج اشخاص في المنصه هذا الشيك بدون رصيد. هسي الطالبي العالمي ومع احترامي ليك سير بحالك، شبهه هذاك مؤسسه مقدسه تما كيجلس الملك فين كتجلس انت، ماشي نفس الكرسي يجلس عليه الملك تجلس عليه انت، ما خصهاش تكون هادي. انا كنقولها بمنتهى المسؤوليه، الكرسي اللي يجلس فيه الملك محمد السادس ما يجلسش فيه شي واحد مدان بشيك بدون رصيد ولا تهرب من اداء الضرائب، ما خصهاش. ما خصش شي اخنوش تورط الصوره ديال الملكيه في هذا المس. انت المدان سي اخنوش، انت والله انت رقم واحد، انت انت هو اول مدان في هذه الفضائح. عارف السيد عنده شيك بدون رصيد، عارف الملك يجلس تما، ايوا ما تزكي ما تجنبوه ما تقترحوه ما تدخل معاه في التفاصيل. خليه كانسان مواطن مغربي، ما كتعرضوش انا الطالب العالمي كشخص، هذيك مؤسسه بلادي، هذيك بها كنتفاخر انا وكنت بها قدام الامم. باش غنتفاخر واحد عنده تهرب ضريبي؟ واش كتعرفوا معنى التهرب الضرائب؟ راه من اخطر الجرائم في الدول الديمقراطيه. راه ملي ما كتاديش الضرائب معناها كتحكم على الدوله بالفشل، كتحكم على الدوله بالانقراض، كتحكم على المؤسسات بالعز والشلل، كتحكم على الجمهور بالبطاله، كتحكم على الشوارع العامه بالوسخ. لان باش الناس كيصاوبوا النظافه والبولات والطرقان، وباش كيوظفوا عباد الله، باش كنصاوبوا لي سوتيران، راه الدوله اهم موارد من اراده الموارد ديالها، وباش كتوقف هو الضرائب. واحد الانسان لا يؤدي ضرائب وما اداهاش واحد الوقت، هذا غير يسمح له يدوز. املوع اخويا اسمح لي عندك شبهه، لانك انت لان ملي كنشوفك تما رمز، راه ملي كنقولوا الملك محمد السادس يقول خاصنا ندعموا الاستثمار، راه خاص تكون المؤسسات هكا بريون بيضاء والاشخاص. راه الانسان هو قطب الراحه، الانسان هو العمود الفقري ديال التنميه. باش غنديروا هاد التنميه؟ وها عندنا نصوص زوينه، ها احنا عندنا نصوص تشريعيه رائعه، ها احنا بانين مؤسسات واعره، ها احنا عندنا الهوى عندنا، ولكن واش عندنا الانسان اللي غيطبق القواعد القانونيه واللي غيعطي الروح ويزرع الروح في المؤسسات وفي الهياكل وفي المرافق العموميه وفي الادارات؟ فبالاحرى مؤسسه دستوريه بحال البرلمان عباد الله تضطلع بالتشريع، كتصنع القواعد القانونيه باه كتعيشها المغربي. مؤسسه البرلمان كتراقب السياسه الحكوميه، هي اللي كتراقب السياسه الحكوميه. ملي غنكون انا عندي شيك بدون رصيد كيفاش غنصنع قواعد؟ ملي غنكون انا عندي شيك بدون رصيد والتهرب ومحكوم بحال دابا هاد بودريقه في المنصه، كيفاش غيصنع القواعد القانونيه؟ كيفاش غيراقب السياسه الحكوميه؟ كيفاش غيترجم الخطاب الملكيه؟ كيفاش غيكون رحيم بالمال العام؟ كيفاش غيكون رحيم بالمؤسسات؟ كيفاش حنا نهزوا راسنا ونفتخروا هكا؟ انا خايب ياك اخوتي، ديال الخيوبه هي هذا المعنى ديالها، هو ندافع على دوله فيها. دابا هذاك المشهد هذاك تتختتم دوره خارجيه وكتقرا برقيه الملك، كتقرا تما اليوم قراوا البرقيه الملكيه، قراوها كعطاو البودريقه قراها في الحقيقه، والله الا كعطيته ولا يقرا. ماشي كنتعرض له ولا كندينو، انا ماشي قضاء، ولكن كنقول لك كصحفي في قيام شبهه عندك هذا الفيديو وانت كتشوف القضاء عدم القبول. شنو معنى عدم القبول؟ شنو معنى عدم الاختصاص؟ وشكون يختص في هذه البلاد؟ نصيفطوها للجزائر هذه الشكايه، ولا نصيفطوها للبرلمان الاوروبي عاوتاني ويجتمعوا علينا نمس بالسياده؟ كيفاش عندك؟ انا نسمع سيدي فلوس دازت القضاء كله كيحمي حقوق الافراد والجماعات. واش الفصل 117 يتولى القاضي حمايه؟ واش قالوا القاضي؟ شمن القاضي غيتولى؟ اي قاضي كيحمي حقوق الافراد والجماعات. هاد الرجاء وهاديك فلوسهم دخلت لهم، علاش تقول لي عدم الاختصاص وعدم القبول؟ خاصنا نبحثوا مع ذاك القاضي اللي خذ القرار. اجي علاش انت قضاء استعجالي؟ علاش درتي عدم القبول؟ قول لي شكون هنا؟ فين المفتشيه ديال القضاء؟ فين هما الناس؟ ماشي حنا نردوا على البرلمان الاوروبي ونبقاو نديروا البيانات السياسيه ونوضوا الروينه. ها هو اللي كيدخل علينا البرلمان الاوروبي، ها اللي كيزرع الياس عند المغاربه، ها اللي كيزرع التطرف. وقولوا لي شنو هذا الشيء دابا؟ شنو منصه؟ ها حيد اصاحبي، حيد فوكاش السي بودريقه تجي حتى يتسالى التحقيق اللي فتحوا القجعه، يفتح التحقيق وتبان هذا كل الممارسه السياسيه في العالم. فتح لي التحقيق ومرحبا بك. دابا واحد التحقيق فتحوه، اذا دابا اش بغى يقول لنا بودريقه؟ عرفتي بغى يقول لنا التحقيق تسد؟ شتي دابا الاحراج داروا الحكومه المغربيه؟ ايش نقول لك؟ الامور غتم غادا لشي مستوى خايب، عقلوا في قتالكم. هذه هي الطريقه باش كتعامل بعض الجهات وسط الدوله، باغي تزرع الياس في المغاربه، وباغي تلغي المؤسسات، وباغي تقول لنا نحن انساو ان الدوله الديمقراطيه، انساو شي مسار. بغات تقول لنا داك الشيء اللي عرفتوه في الربيع العربي والدستور والحقوق انساوه، غنحكمكم بالحديد والنار. اللي بغينا غنجيبوه يكون عنده 80 عام، يكون نقيب، يكون وزير، تكون مرأة، تكون مناصفة، يكون ما عندوش، يكون مورط، يكون هذا هو المنطق. وهذا منطق خطير، كيشجع على الفساد، كيشجع على الفساد، والفساد غياكل كلش واحد الوقت. مع تلقاو متجمعوا، حنا كننبهوا، حنا كننبهوا هذا الشيء اللي وقع اليوم. باش في منصة يكون فيها جوج ناس مدانين بشيكات بدون رصيد،
والله لسب في تاريخ الأمة المغربية، والله لإهانة للأمة المغربية بجلال قدرها، زعما إهانة ما بعدها إهانة. على الأقل ما تجيش أمين المجلس، خليه تنشوفوا التذاكر القجاع ونشوفوا هذا الشيء. شنو واش الدولة كلعوا بها؟ واش المؤسسة كلعوا بها؟ واش الوعود شنو واش هذه فعالية ديال شنو نقول شي كلمة؟ تجي تقول إن البؤساء وفتحنا تحقيق، وغدا ذاك الشخص اللي عليه شبهات وسمعنا التصريحات اللي كانت في قطر عليه، وتجي ترأس المنصة، كيبقاو يبانوا دابا كيبقى يحترم هذا البرلمانيات البرلمانيين؟ وكيفاش هذا البرلمانيين قبلوا هذا الشيء؟ كيفاش هذا البرلمانيين قبلوا هذا الشيء؟ إذا وقع تباطؤ، إذا وجود اليوم إشارة أن السيد حبسنا معاه البحث والقضاء. إذا محمي، وعلاش محمي؟ شكون حاميه؟ دابا خوتي المغاربة، دابا حنا عندنا مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، باغيين نقنعوا واحد جزء من المغرب من بلادنا. واش كتعرفوا خوتي المغاربة، نهار المغاربة كلنا ماشي نوعوا بأن الصحراء مغربية وفقط، لا، مشي المغاربة فوقاش غيتطوروا. أنا كنقولها، نهار المغاربة يولي عندهم واحد الوعي سياسي. شناهو هذا الوعي؟ وأنا كنقولها وغنعيش حياتي في هذه القناة المتواضعة نخدم على هذه الفكرة. نهار المغاربة يوعاو ماذا تكلفنا الصحراء من خسائر على مستوى التنمية، نهار يعرفوا المغاربة أن الانتقال الديمقراطي وأن بداية الإصلاح هو هذاك اللي في الصحراء خصو يحبس، لأنه هو أكبر حجرة عطرة أمام، هو اللي خرج علينا، هو من الصحراء. لأنه واحد النوع من الحرب أهلية صامتة، واحد النوع من صامتة بمعنى من المعاني، بمعنى واحد النوع من استنزاف مالي، لأن كاين واحد العباد الله تيأديونا. إذا خصنا نحلوا إسبانيا. باش شنو دارت إسبانيا؟ أول حاجة شنو دارت؟ مشات حلت هذه الإشكالات ديال كاتالونيا باش انتقال الديمقراطية، أول إجراء، وعطات العباد الله حقوق، وعطات حيت عارف هذا الإشكال. الأمة باش تنطلق وتبني راسها خصها تكون ترابيا مستقرة. دابا حنا غنقنعوا البوليزاريو، عندنا مشروع رائع وصفق له ما صفق العالم. ملي كنجيو دابا ونشوفوا كنقولوا غنمكنوا الصحراء من واحد الحد ادنى من التدبير، ملي غنشوف انا واحد باقي التحقيق فيه مودا ام القضاء ولا اخر شيء كدور، كيفاش الناس عاد تيق في مشروع الحكم الذاتي؟ كيفاش نحل هذا المشكل ديال الصحراء؟ كيفاش كندفع في اتجاه الحل؟ واش الناس بالصح باغيين يحلوا مشكل الصحراء وبالتالي الحل ديال كاع الاعطاب ديال التنميه؟ كيفاش هذه المصيبه ديال الاحرار ديك المره؟ دابا عافاكم لما تاملوا واحد ديال الاحرار ولا شنو هو عقلته الكوكايين ولا ما عرف شنو هو شي شبكه في كان برلماني ولا شنو هو في كازا، هذاك ديال المكناش قال لك عطينا 30، طلبوا مني 30 مليون 50 مليون تكون في اللائحه. طلب مني نسي اللي تيقولوا له الاب الروحي ولدو 50 مليون باش نكون ثاني في اللائحه. عقلت عليها اخوتي المغاربه ولا لا؟ دابا هذاك ديال اسفي عاوتاني من الاحرار، سمعتوا ديك الشبهه ديال كيتسمسر ولا كذا؟ ما عرفناش كاع فين مشى داك الشيء، تسجيل صوتي يستفزنا. قلت لهم انتوما بثلاثه غنعطيكم انا ثلاثه، ايت ناصر والصقيري ومروان من عندي انا غير. ولكن قلت لهم اعطوني جارونتي، راني اعطوني الضمانه ديالي، اعطوني الضمانه ديالي انا شنو نعطيكم. شي اللي كاين شي شيك ولا شي حاجه؟ بارد عليك. ديك المرة البرلمانية قد كتقلب على الكلب ديالها ولا ما عرف شنو هو برلماني ديالهم تاريخيا قبل ما يمشي للبام، راه كان ديال الاحرار، قال السيدة الكلب وسط المجلس. واش الرئيس تيتبات عندك هذا المحضر هذا؟ تبت عندك هذه النقطة هذه؟ راه كان ديال الاحرار هذاك، راه عاد ولا البام تاريخيا معروف ديال الاحرار، كيمشي كيقول السيدة الكلب، مستشار جماعي قال له خرجوا عليا الكلب. دابا هذا الشيك بدون رصيد، شيك بدون راسي دوم حكومه 4 سنين موقوفه التنفيذ، وكتسمعوا هذا المحامي الراشدي اش كيقول عليه دابا على ديك 3 المليار ومليار وكذب شاف نهار واحد تصرف 200 مليون خفيهم الشيكات، ودابا التذاكر وكيقول لك البؤساء وفضيحه التذاكر. رئيسهم كبيرهم الذي علمهم السياسه، ما نقولوش شي حاجه اخرى عاوتاني، يلا عنده 17 المليار محروقات، وجا تقرير ومجلس منافسه ومشى عند رئيس الحكومه وداك التقرير مشى تبخر. دابا ماشي هنا المشكل، تصور انك مطالب منك تكون وطني وتحترم وتأدي الضرائب وتخلص القطاعات الخاصة وكذا وتقطع الطريق إلى خلف شي الدولة الحمراء كيوقف عليك البوليسي، عرفتي واحد الجدية، عرفتي بعض المرة كنبقى دابا أنا من تيوقف عندي شي بوليسي، نعاودكم هذه الصورة حيت والله ما كان بعض المرة كنخالف القانون عادي كأيها بشر، ماشي كنخالف القانون عن قصد، مثلا كتكون مثلا شي بلاكة تقيف ما شفتهاش كيوقفني البوليسي كذا، كندير معاه القانون كنخلص بكل حق، وتحيه لرجال الامن في هذا المستوى، ماشي تما المشكل. غير واحد الصوره كان عرفتي ذاك البوليسي كيوقف معايا هكا طق، كنحس بواحد القانون، عرفتي القانون، كنبقى نتمنى من عند الله.
تمول دابا هذا المشهد البوليسي معايا، يا ريت يكون مثلا بحال دابا هذا الشيكات، هذا القاضي اللي دار عدم القبول، هاد السيبه اللي شبع، علاش 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 هذا القانون البوليسي بالطرقان؟ عرفتي البوس كيفاش كينظموا؟ هاد الصرامه ديال الدوله علاش ما كايناش في كل شيء بمناحي الحياه كلها؟ علاش علاش كاين عفا هاد التجارب ديال الضغط؟ ملي كتمشي لعند المحكمه تادي الرسوم القضائيه، والله ما تعتق اداء الرسوم القضائيه، ملي مسائل حق الدوله، يعني ملي كتبغي شي امور اللي هي فيها طريقه باش جاو نشاط تعريف الطيائر وكذا وعرفتي بيدي بيدي بي والباندات وبنادم هابط. هاد الدوره الخريفيه اللي كتختتم وتقرا فيها برقيه الملك من ناحيه رمزيه غير شبهه، عباد الله شبهه السيد عنده شيك بدون رصيد، الاخر اللي حداه هو عنده شيك بدون رصيد، هذو هما اللي ختموا الدوره الخريفيه اللي مدانين بالشيكات والتعارف الضريبي، والاخر على الاقل بعدا خليه احنا ما قابل حتى واحد يكون. ودابا مصيبه كحله هذه يكونوا جوج في منصه عندهم هكا جوج شيكات بدون رصيد، هذا العنوان ديالاش؟ اش من ثقه واش من امل واش من وعلى الملك هذا استثمار؟ ياك خطاب الملك قال استثمار والصحافه قالت خطاب الملك استثمار، واش المستثمر غيتشجع يدير هكا؟ كامل الاسف، ولكن كل اللوم على البرلمانيين كله، ماشي هذا هو من واحد الجانب نقولها لكم، راه المشكل ماشي بوضريقه، والله ما فيه، والله ما المشكل في الطالب العالمي، ما معنى ماشي في واحد جزء من المشكل يعني هو اخلاقيا يعني خصهم يترقاو، انا واخا تقول لي ما نمكنش تراس مجلس النواب نكون عارف هذه الاشكالات، ولكن صعيب باش يحصل على الانسان هذا الوعي الوطني والحقوقي، هذا هو خصك تكون ما عارف فيه وصلتي بدرجه، ولكن العيب كل عيب على المؤسسات، على البرلمان، على وزاره الداخليه، هاد البشر اللي كيكون عنده شيك بدون رصيد، وهاد المشرعين خاص تكون شي صافي، انت اسمح لنا حنا سيدي عندنا مشروع الحكم الذاتي، عندنا تحديات مع البوليزاريو، عندنا تحديات ديال التنميه، عندنا اوراش فتحناها، المغرب عنده وضع متقدم عطاه لنا الاتحاد الاوروبي، خذينا اوراش، دوزنا تجربه اليمه مع هيئه الانصاف والمصالحه، دوزنا سنوات الجمر والرصاص، حنا بدينا حطينا طريقنا في هذا الشيء. غنقول لكم واحد الفكره واعره في الحقيقه، الناس اللي كيعرفوا في رجال القانون والسياسه، من اروع النظريات السياسيه اللي كان صراحه مسار هذا الانسان اللي قلت لكم اثرت فيه، هي النظريه ديال واحد الفيلسوف ولا واحد العالم كبير سميتو ماكس فيبر. هاد ماكس فيبر خطير جدا، خطير بكل ما تحمل الكلمه هنا، وهو كيتعرض للسلطه ومصادر السلطه واشكال السيطره، غيهضر على ثلاثه ديال المستويات ولا اشكال، تيقول لك كاينه مصدر السلطه عن طريق الدوله الحديثه بحال دابا اوروبا فرنسا ولا كذا، كتحكم عن طريق الاداره والمؤسسات وانتخابات وحكومه واغلبيه، وهذوك المؤسسات كيمشيوها واحد الموظفين يختارون بناء على النجاعه وعلى الكفاءه وعلى الوطنيه وعلى الاخلاص، وهكذا يكون نظام حديث، والمساءله والمحاسبه، ومن اللي كيحكم خصو يكون منتخب، واللي كيحكم خصو يتحاسب، وكيعطيك واحد الشكل والحياه زوينه والحقوق ما كتضيعش. هذه فرنسا، بريطانيا، امريكا. كاين واحد الشكل اخر هضر عليه ماكس فيبر، هو تيقول لك الحكم مبني على الكاريزماتيه، واحد النظام ديال الحكم اللي يقدر ما كيكونش ديمقراطي، يكون فيه الزعيم، بحال دابا واحد الوقت الكاريزمي ديال صدام حسين، اولا مثلا الخميني في ايران، ولا جمال عبد الناصر مثلا في 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 في, في, في مثلا في 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 في, في مصر. وكاين شكل اخر هو النظام تيتسمى التقليدي، مبني على السيطره التقليديه، تكون واحد المجموعه ديال المقدسات والموروثات والثقافه والحاكم. هذا النظام ديال الكاريزماتيه ولا ديال التقليدي، المشترك بينه هو تيكونوا الموظفين ما مبنيينش على الكفاءه والنجاعه، لا، تيكون غير الاخلاص والوفاء، عندهم واحد النوع من الاخلاص والوفاء. وهذا النوع من النظام ديال الحكم فين كاين المشكله؟ احيانا يقدروا يظهروا مخلصين وكيف، ولكن بعض المرات قد يظهرون بعض الاشخاص الاخلاص والوفاء للحاكم، ولكن من ظاهريا لا يخدمون اجندات الحاكم، وقد يسيئون حتى التوجهات ديال الحاكم، تكون موضوع ثقه وكتوقع المشاكل في البلاد. مشكل المغرب هو هذا، سمعوا مزيان اخوتي المغاربه، وبغيتكم تبحثوا في هذا النقاش، هو ان احنا ضحايا ديال هاد التعايش ثلاث اشكال من انواع السلط. السلطه حديثه كما هضرت في الاول، اللي هي كتبانها البرلمان عندنا، ها الحكومه هكذا، ولكن غير شكلي هاد الشيء. وكاين الشكل الاخر التقليدي، راه كتعرفوا بعد مثلا، نعطيكم واحد النموذج، مثلا الحسن الثاني الله يرحمه، واحد المره طرح هذا الاشكال، كاينه مؤسسه البرلمان، البرلمانيين الاتحاديين ما بغاوش الولايه ديال البرلمان تمدد، الحسن الثاني والبصري قال لهم غادي تمدد هاد الشيء، رفضوا. فاش قال لهم الحسن الثاني؟ قال لهم اذا كان الملك لا يستطيع
فإن أمير المؤمنين يستطيع. داز عن طريق هذا الشكل الثاني من الحكم اللي هو التقليداني عن طريق إمارة المؤمنين. احنا في المغرب ما عندناش الوضوح في هذا المستوى. واش احنا دولة حداثية وبالتالي عندها التكلفة ديالها وعندها مقومة المساءلة والمحاسبة؟ واش احنا دولة؟ لأن دابا علاش لاحظنا من تحتها البرلمان الناس جايب المجلس الوطني الصحافة وباغين يحولوه إلى مؤسسة دستورية ضد على الدستور صح، لولا أننا خبطنا الحمد لله وتم السحب هادشي كانت غادة البلاد غادة تدير واحد مخالفة للدستور. هذا دابا ديال بودريقة مع الآخر، علاش؟ لأن ما مبنيش على نظام الحكم، هذا هو المشكلة. وبعض المرات كيولي الناس كيفكروا بعض المسؤولين غير ولا يكون ما كيهمش يكون فيه الفعايل، المهم ضام عيط انا البودريقه نقول له عرقل لي مثلا شي مشروع ولا شي تشريع، نقدر نعيط انا مثلا ربما كنقول بهذه الطريقه نعيط مثلا لمحمد رشيد الطالبي العالمي وغادي. هذا هو المنطق. وهذا شنو كيدير؟ يقدر يضمن استمراريه ولا واحد النوع من من من, من الاستقرار، ولكن بالمناسبه هذا الشكل تيضحي وكيزعزع ثقة الناس في المؤسسات وكيزعزع ولاء الناس للمؤسسات، وهذيك الأواصر ديال المواطنين مع المؤسسات كتبدا تضعف ملي ما كيشوفوش القانون كيطبق، ملي كيشوفوا هاد المشاهد، وكيولي المجتمع واحد الاعتقاد كيعتريه داخلي. والله يحفظه قد بالسلامة، ملي كتولي الأوضاع بهالطريقة ما كتولي خايف، ما كتعرفش في غدا الأمور، كيولي كيشوف داك الخوف ملي كتشوف واحد كيتشد من المال تدوينه كيدعي من الحبس، اسمي القانون تدوينه بنت 3 سنين الحبس، واحد اخر كتقولوا دات 3 مليار والشيكات والدار 14 مليار وفضح الدوله والتذاكر وسمسروا وقول لي 17 مليار وعطاها والمحروقات، وتيجي الوزير تيقول له رجع 17 مليار، وغدا كيولي معاه هو رئيس، وكتلقى الوزير تيقول من تحتها خلينا الامور بهدوء ومن تحتها، خلينا الامور بهدوء ومن تحتها، والدوله كتبقى مشلوله قدام هذا الشيء. اي مواطن تيخاف على بلاده، اللي كيخاف على الوطن على المغرب هو. طبعا دابا مشكل المغرب ولا واحد النوع من البشر كيفكروا يديروا لاباس وبعض رجال الأعمال، ولو يضحيوا بالوحدة الترابية ربما، أنتم شفتوا موضوع السبت وميلي، ولو يعني الناس ولات، هذا هو الخطورة في المغرب، ولا واحد البشر ما عندوش الحس الوطني، وهذا علاش حنا كنخافوا وكننبهوا. والله أخوتي المغاربة ما كنبغي نسيء شي مسؤول، كنقول هذا الشيء فقط لأنني كنخاف على هذا الوطن هذا.